14 لكن يعني لم يتأهل إلى المباراة الحاسمة مع أمامنا. هو هذه اللحظات خلاص خلاص بقول لحضراتكم خلاص خلاص عمر الصومة لا تحسب بقى أوزبكستان ولا تحسب كوريا. المنتخب السوري على الأقل إلى الملحق بهدف التعادل القاتل القاتل عمر الصومة. عمر الصومة عاد بسوريا، عاد بأحلامنا، عاد بطموحاتنا، عاد بإصرار وإرادة الشعب السوري تتجسد في هذا اللعب ليكون هدف التعادل، هدف التعادل العادل العادل العادل، الهدف العادل هنا في هذا الملعب. عدالة السماء في هذه اللحظات تأتي مع المنتخب السوري لتكون هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. يا على الكورة، بص أمامنا عمر الصومة، عمر الصومة وادي أمامنا البديل مارديك.